لاحظ أن إذا كان ضغط الغاز المحبوس أكبر قليلا من الضغط الجوي، فإنه عند توصيل المستودع الذي يحتوي على هذا الغاز بمانومتر زئبقي يلاحظ أن ارتفاع الزئبق في الفرع الخالص أكبر قليلا من ارتفاعه في الفرع المتصل بالمستودع، مما يجعل نسبة الخطأ عند تعيين ارتفاع الزئبق كبيرة جدا. لذلك ينصح في هذه الحالة باستبدال الزئبق بالماء، وذلك لأن دلتا بي تساوي رو اتش جي، حيث أن دلتا بي هو الفرق بين ضغط الغاز المحبوس والضغط الجوي. إذن اتش تتناسب مع 1 على رو، إذن اتش للماء على اتش للزئبق تساوي رو للزئبق على رو للماء. ونظرا لأن الكثافة النسبية للزئبق تساوي 13.6، إذن اتش للماء على اتش للزئبق تساوي 13.6، إذن اتش للماء تساوي 13.6 اتش للزئبق، وبذلك تقل نسبة الخطأ.